أولا الزميلة ضابط السلطة فاطمة الزهراء الرماش العاملة بالديوان الولائي سيتفضل السيد ولي الأمن بتسليمها الشهادة التقريرية. لتفضل السيد ولي الأمن. سميرة معادي العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ونسلمها الشهادة التقديرية السيد نائب ولي الأمن فاس. ضابط شرطة مينا الخروشي العاملة بمنطقة فاس جديد دار البيضاء ويسلمها الشهادة التقديرية السيد نائب المدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني فليتفضل مشكورا. ضابط الشرطة زهر الزوح من مديرية مراقبة التراب الوطني ويقدم الشهادة التقريرية السيد رئيس منطقة فاس المدينة. ضابط الشرطة مجيدة بنيوي العاملة بكتابة سيد نائب ولي الأمن تسلم الشهادة التقديرية السيد رئيس منطقة فاس جديد دار البيضاء. نيابة عنه سيقدمها نائب رئيس المنطقة العميد الممتاز عادل شجاع. إلهام ذلك من مصلحة الولاية والاستعلامة العامة ويسلمها الشهادة التقديرية رئيس منطقة فج منطقة بن بابعي القدس بالنيابة. مريم الزاهر عن المصلحة الولاية الدارية ويقدمها الشهادة التقديرية السيد رئيس منطقة بن سودة. لبنى العماري العاملة بمنطقة بن دبابع القدس ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس المصلحة الإدارية الولائية. هند الصار العاملة بمنطقة بن سودة ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس المصلحة الولائية للاستعلامة العامة. مفتش الشرطة الممتاز هند جبيري العاملة بالمصلحة الولائية للصحة ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس مصلحة الولاية للشرطة القضائية. نيابة عنه السيد نائب المصلحة المذكورة
ماما متوكوت العاملة بمنطقة الإقليمية بصفر، ويسلمها الشهادة التكبيرية السيد رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية. العاملة بالمصلحة الولائية للترتيب والوثائق التعريفية، ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس مصلحة العمل الاجتماعي. ضابط الشرطة أمل مشرف العاملة بالمفوضية الخاصة لمطاف السيس، وتقدمها الشهادة التقديرية العميد الممتاز لمياء مجنون من الديوان الولائي. حارس الأمن مريم مليح العاملة بالقيادة العليا للهيئات الخضرية، ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس المفوضية الخاصة بمطاف السيس. ينوب عنها السيد رئيس فرقة السير الطرقي لتسلم هذه الشهادة التقديرية لظرف طارئ حال دون حضور الموظف المعني. ستسلمها نيابة عن الموظفة المعنية إحدى زميلاتها في الفرقة. مقدم الشرطة عفاف الضمار العاملة بمنطقة فاس المدينة، ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس المصلحة الولائية للاتصالات. جيهان البيعي تقنية متخصصة من الدرجة الثالثة العاملة بالمصلحة الولائية للاتصالات، ويسلمها الشهادة التقديرية السيد رئيس المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية. ونظرا لغيابها ستسلمها زميلتها فهي من الأمن الولائي بفاس السيد حسن زكري رئيس المصلحة الولائية للوثائق التعريفية. السيد رئيس المصلحة الولائية للاتصالات. يتسلم نيابة عن الموظف. والآن قبل أن أدعوكم لحفل الشاي على شرف الحضور والموظفات المحتفى به، ألتمس من السيد والي أن يأخذ صورة استقبالية وجماعية مع الشخصيات المحتفى به. النشاط احتفاء باليوم العالمي للمرأة، واحتفاء بموظفات الشرطة
المتميزات لهذه السنة. Thank you.